الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده عملنا البيتيفور عجينه البيتيفور يعني. جهزناها الاول لانها بتاخد وقت مهم فصورنا بعد ما خلصنا. طبعا كلكم عارفين مقادير البيتيفور ده، ما تقولي لهم المقادير. لا ما تقولي المقادير 2 كيلو دقيق لل 2 كيلو يعني 2 كيلو دقيق 10 بيضات وكيلو زبده وكوبايه سمنه وكوبايتين سكر بودر. ومحمد دي اللي بتعمل، وعملنا نص العجينه بالكاكاو والنص الثاني ابيض كده عشان نبدأها او نعمل اتنين كده مع بعض واتنين مع بعض يعني. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بخير يا رب. دلوقتي هنحطها هنا كده، هنعمل بالشكل اللي هو يا ماما. نعمل النجمه ولا القلب؟ نجرب القلب الاول. ماشي يا قوسه، اقعد يا قوسه، اقعد يا قوس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش فاكره ولا انا مجرب. ايوه كده. هو انت عارف؟ ايوه انت عارف يعني، كنت معانا قبل كده واحنا بنعمل. ايوه كده. بصي دي بقى هتحطها في الصينيه وهي لا هو كان علشان فاكر ما عملناها. بسم الله الرحمن الرحيم. فانيليا نسينا نقول الفانيليا. فانيليا شكلها كم كيس حطينا؟ خمس كيس او ست. ما تعملي يعني انا اغير، ما هي لها. ايوه خليها انا مظبطها. بس هي في واحد وفي اثنين، هي واحد مطلعها تخينه شويه، هنعملها على اثنين. شكلها حلو يا ايه صح؟ انا عملتها على رقم 2 وفي دي لها ضعف يعني، بتظبطي واحد او اثنين. خليتها الشكل صغير شويه، مش كبير زي الاولانيه دي. شكلها جميل، شكلها جميل. كل سنه وانتم طيبين. الله عليه، شكله جميل، شكل القلب. كده بعملها ايه قدوم؟ لما لقيتها ايه قدوم؟ دي وحشة نشيلها صح؟ شيليها. هي ما بضغط عليها جامد غصب عني يعني، فبتطلع مفروشة شوية. المفروض تطلعي دي، المفروض انت مالكش دعوة، بتهيألي كده عشان ده شغل ستين. ولا انت ايه رأيك؟ تضحك عليا؟ حلو حلو. الله، هنسوي بقى على طول. طب تسوي انت يا ياسر، احنا عملنا انت سوي. ماشي، اقعد جنب الفرن وسوي عشان احرقها. والله بعد التعب ده كله عايز تحرقها؟ وانت تسويها النهارده دلوقتي؟ هو بيتسوى على طول، بنتعمل وبتسوى على طول. اول ما تتسوى هتدوقها؟ اول ما تتسوى هنكمل دي اللي هي انا هدقها اول ما تطلع. ماشي ماشي يا ماما. انا ورودي اللي احنا بنحبه. صح يا ورده؟ يا ورده امليها لا عشان مش تخلص بسرعه. يلا تاخد بقى. كل سنه وانتم طيبين ويقعد عليكم الايام بخير يا رب. فاضل 4 ايام على العيد. كل سنه وانت طيب يا اوسه. اوسه بيقول لكم فاضل 4 ايام على العيد. في العيد عشان ناخد منها لغايه انتوا شدوها. ماشي خلاص. خلي بالك يعني تضغطي جامد تقوم طالعه ايه؟ ايوه واسعه كده. بس نكمل دي ونعمل شكل تاني. في اشكال كتير. اشكال كلها معايا. هنعمل اي شكل تاني نشوف. النجمة. هنعمل بس استنوا انتوا اصبروا. قدومة شال السماء. هو اللي هيستوي.
احنا بنعمل بنحب نعمل حاجتنا كلها في البيت. احنا كنا بنشتري الحاجات دي جاهزه الاول والله كنا بنرميها في الاخر، ما كانتش ما كناش بناكلها يعني. ايه يا قدومه بتعمل ايه؟ ايه بتعمل ايه؟ عايز الايه؟ عايز الكوكو؟ ماشي هنجيب. انت بتلعب؟ بتلعبي يا دوما؟ انت بتلعبي؟ الكوكو؟ حلوة دي؟ ولا شيلها؟ حلوة. امشي امشي يا كلام. نعمل صينية بني وصينية ابيض. ماشي من كل شكل كده. ماشي بس لا دي وحشة. لان احنا بنلزقهم بالشوكولاتة. هنوريه لكم يعني شكله ازاي في الاخر بس لما يبرد. بس يا دوم الدومة ده شكل ده بعد ما خلصنا الصينية دي ونعمل خلصنا الشكل ده بعد ما خلصناه. شايفين بسم الله ما شاء الله الابيض شكله جميل. وبعدين انا هنا كنت لفه السنه بتاعت المكنه من هنا دي كان بتخلي تنفل تنزل على الفاضي فتفرش الشكل معايا، اما كده هي محكومه وبتعمل اسرع. دلوقتي الشكل اللي هو بالابيض خلصنا واحده منها اهي. صل على النبي. جميله خالص اهي شكله جميل برضو. عملت منه صينيه كلها بيضه ودي شكلتها كده. ده برضو جميل جدا عامل زي الورده كده شكله جميل. اللي فيه بني ده كان فيه حته عجينه بفضله من اللي عليها كاكاو فعملت الشكل ده بني فابيض. شايفين عامل ازاي؟ بس يا دوم بس يا دوم ده شكل البيفور بعد ما سويناه شكله جميل اهو اهو. دلوقتي احنا بنلزقه بالشوكولاته. في ناس بتلزق بالمربى وناس بتلزق بالشوكولاته عادي. احنا بنلزق واحده بيضه مع واحده بني وعليها الشوكولاته من هنا ومن هنا. دي الشوكولاته دي بعد ما سيحناها واحنا بنسيحها بنحطها على النار في حله ميه بنخليها تسيح كده. اه نحط الميه في الحله تغلي وبعد كده بنحط الشوكولاته في اي حاجه ونحط بتاع الصينيه على النار. ايه قدوم كل شكلين زي بعض مع بعض احنا بنحبه كده. يعمل شكله كده بنحبه كده بالشوكولاته كده يا ابني. اقعد في ناس بقى بتحط في مكسرات في جوز هند في روميسيل. احنا بنحبه بالشوكولاته. احنا بقى نحطه كده ونحط في العلبه دي وبعد كده نحطه في التلاجه. بس يا قدوم بس يا دوم احنا بنعمل وادم بيبوظ. بس يا ماما وشايفين ادم ادم عسل ازاي. بس يا ماما حلقنا له النهارده. محمد اخده للحلاق عشان بابا الله يسهل له مسافر في الشغل وحلق النهارده. شايفينه عسل ازاي. بص لمحمد بص لمحمد بيتعمل. يلا يا دوما يلا. حاضر حاضر ماشي. الله الله الله. دي شوكولاته سايحه استنى لما تبرد. تبرد الاول تبرد الاول عشان هتوجع بطنك. خدي اهي استني انت يا اودا انا هعمل انا دودا لطا الله. كل سنه وانتم طيبين وعد عليكم الايام بخير يا رب والامه الاسلاميه كلها بخير وطيبين وفي سعاده يا امين يا رب العالمين. هل انت بتعملي شكل مع شكله؟ اه شكل زي الشكل ده كل واحده شكل. كل سنه وانتم طيبين و رمضان كريم. رمضان رمضان خلاص هيمشي وهتوحشنا ايام رمضان وجوه رمضان. انا بحب رمضان. انت مش عارفه تعملي خلاص. لا انا عارفه بس لا انت مش عارفه هو ما بتكسرش والله. انا لسه عامله كريم. ماشي يا جماعه سيبكوا بقى يلا مع السلامه.